السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وأصدقائي، معاكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات في معهد الدراسات الموسيقية العراقي في بغداد. اليوم نرحب بكم أجمل ترحيب، وعندنا مقام جميل جدا وهو يبدي من الصول قرار يسموه شت عربان. هذا الشت عربان من ضمن المقامات الجميلة جدا، لذلك راح نلاحظها من خلال الصورة اللي أمامكم، اللي هو يبدي من الصول، ياخذ صول قرار، ثم لا بيمول قرار، ثم سي قرار سي طبيعي، ثم دو طبيعي قرار، ثم ري، ثم مي بيمول، ثم فاديس، ثم صول، ثم النزول فاديس مي بيمول ري دو سي لا بيمول صول قرار. أي سلم احنا موجود امامكم هو بدون علامات، يعني يكون طبيعي. فعندما يتم تطبيقه على آلة العود، عندما يتم تطبيقه احنا دائما عندنا صول 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 لا، واضح، سي بيمول، احنا عندنا بالسلم ياخذ سي بيمول مي بيمول فاديز. اذن اللا بيمول دائما يكون وين؟ يكون على الاصبع، على الاصبع الاول على الصول قرار، هذا هو اللا بيمول. بس عندك صول لا، واضح، صول لا، واضح، صول لا سي دو، واضح. هذا راح يكون عندك امامك بالورقة صول لا سي دو ري مي بيمول فا دي سول سول فا مي ري دو سي دو صول صول. الآن أمامي صول 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 لا سي دو ري فا دي سول صول فا مي ري دو سي دو صول. إذن أصدقائي هذا المقام من أجمل المقامات، شت عربان اللي هو حجاز على الصول قرار. وأتمنى لكم إن شاء الله استمتعتوا وتعلمتوا، وتقدرون تقسمون من خلال ما تباعون على السلم، وراح تلاحظون أهمية التقسيم. تحياتي لكم، وأتمنى أنه تشتركون في قناتي، ولا تنسون اللايكات، وأيضا انتظروني بالشق الثاني اللي هو الإيقاعات، وأيضا التمارين بأسلوب الغناء، وكيف تغني وتستمتع بالغناء والطرب العربي اللي خاص بتمارين الصوت. تحياتي لكم ومع ألف سلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.